يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا يا هلا بالرجال. الله يحييك يا شيخ راشد. يا هلا بك يا شيخ متعب. يا هلا. الله يحييك. ديرة زينة تستاهل. اليوم عهد جديد، دم جديد. الشيخ راشد، الشيخ راشد صديق وحليف، وانا اعتز براشد اللي ديرته من اليوم تحت وصيتنا، وراضيهم مراعيهم وكل شيء في الديرة مشاع نتصرف به مثل ما نريد، وحنا كلنا مملوكين لكم. من اليوم الشيخ راشد شيخ القحطان، المطلوب منكم السمع والطاعة. اسمعوا يا رجال، أنا الآن صرت شيخكم، الشيخ راشد ولد الشيخ قحطان أخو أروى. قل له شيء ولا حاجة، هذا باب الشق مفتوح، هان سهرتكم وهان تشربون قهوتكم واللي تريدون، وين راشد؟ الآن كل انصراف، بس بيضل هنا شيخ راشد، شيخ متعب، شيخ هاجم أبو مهارب، واحد مشان بيعمل قهوة، اثنين هرس، وعشان في اجتماع مشان مصلحة كبيلة. يلا يا رجال، يلا يا رجال، اتوكلوا، الله معاكم، الله معاكم. شيخ متعب، وش يعني اجتماع؟ وتبدلت غزلانها بقرود،